أهواك وأتمنى لو أنساك. أنت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. أهلا بيكو، النهاردة هناخد نوتة أغنية من الأغاني المشهورة جدا والسهلة جدا 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 على الجيتار. النوتة دي هي نوتة الفنان محمد عبد الوهاب، أغنية محمد عبد الوهاب اللي لحنها الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، أهواك. ودي مشهورة جدا كمان حتى في علم الموسيقى لينا كعرب. ليه؟ لأن المسافة بتاعت أهواك أهواك دي مسافة رابعة دول فا، فأنت حتى كمان لما بتيجي تمرن ودنك على أنها تتدرب على المسافات الموسيقية بتعرف الموسيقى المسافة الرابعة بأنها مسافة أغنية أهواك، فبتعلم في دماغك. فالاغنيه دي مشهوره جدا والناس كلها عارفاها، وكمان سهله جدا انها تتعزف لدرجه انها ممكن تكون من اول الاغاني اللي ممكن تعزفها على الجيتار. طب احنا هنعزفها النهارده على ايه بقى؟ لا احنا مش هنستعمل الاغنيه، سهله جدا تروح تطلعها بودنك. احنا هنعملها دلوقتي علشان نتعلم النوته بتاعتها. هنخش في الموضوع على طول. النوته بتاعتها بتبدا من دول وسطى. لو كنت رجعت الحلقة اللي فاتت بتاعتنا بتاعت النوتة الموسيقية كنت هتعرف دول وسطى مكانها فين. فدول وسطى بعدها فا. طيب العدة بتاعت دول وسطى واحد، والفا العلامة البيضة ديت اللي فيها عصاية بس جنبها نقطة. العلامة البيضة اللي فيها عصاية دي عدتها اتنين بس جنبها نقطة، يبقى عدتها تلاتة، فيبقى أهواك أهواك اهوان 2 3 4 1 اهواك 3 1 و 3، فيبقى 1 و 3 كملت لي مزوره كامله. لو تلاحظ الخطين اللي على المزوره دي، المزوره دلوقتي قفل لي المزوره. لازم كل اللحن الموسيقي على فكره يبقى موزون في الموازير بتاعته. 4 من العده الواحده النوته عده واحده، فيبقى 4 من 4 يعني 4 عدات في المزوره الواحده. فانت دلوقتي اول عده منهم كانت دو فا دو فا 2 3 دو فا 2 3 فا فا صول فا صول فا مي 2 3 مي فا مي فا مي ري 2 3 ري مي ري مي ري دو. دي عبارة عن لا دييز لا دييز لا لا دييز لا، اللي هي المسافة اللي بعد الله بنص خانة. طبعا الناس لما ذكرت السلم بتاعنا من الحلقة اللي فاتت بتاعت السلم، في الحلقة اللي فاتت اللي عرفنا النوت بتاعت الموسيقى بتاعت السلم الموسيقي على الجيتار، النوتة دي دو، بعدها بنص تون هتبقى دو دييز، بعدها بنص تون تاني هتبقى ري، لان احنا عارفين ان الجيتار الفريتس دي بتتحرك نص تون بس، نص تون بس. بس بين الدو والري عندي على البيانو مفتاح ابيض ومفتاح ابيض وبينهم مفتاح اسود، يعني في نص تون بينهم، فيبقى الدو هنا والري هنا بس بينهم نص. فانا اقدر اقسم المسافه بين الدو وبين الري يبقى في نص بينهم. في بعض النوت في بينها وبين النوت اللي بعدها مسافه اللي هي نص تون، وفي نوت لازقه فيها على طول. لازقه فيها ازاي؟ مين اللي قرر كده؟ بالودن، العدد بتاع الهرتز بتاع النوته نفسها لازق في اللي بعده على طول مسافه، نص المسافه بينه وبين النوته الثانيه، يعني بين السي والدو هو بالظبط زي الدو دييز والري، واخد بالك؟ فده علم من علوم الفيزياء، يعني ما تشغلش انت نفسك بيه. في نوتين بس في الموسيقى بينهم وبين النوتة اللي بعدهم نص تون، بين السي وبين الدو وبين المي وبين الفا، بينهم عد العد اللي بينهم وبين النوتة اللي بعدهم نص تون بس، مفيش بينهم مسافة. فبين المي وبين الفا نص تون، بين السي وبين الدو نص تون. بقية النوتة بتاعت أهواك هسمعها منكم إن شاء الله، تكملوا أنتوا بقية العد وتشوف النوتة وتشوف العد بتاعها وتشوف مكان العد دوت على أوتار الجيتار ايه. واشوفكم الحلقة الجاية.